بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده كلمة تطبيق حلو، تطبيق جميل جدا، يمنع التليفون ان اي حد يحاول يسرقه. مجرد انك مع اي حد غريب يلمسه يديك انذار يعرفك ان حد هيمسك التليفون ان شاء الله، حتى لو انت شخصيا هو مش هيعرف. هو اهم حاجة اي حد ما يجي يمسك التليفون هيعمله انذار. لو انت صاحب التليفون نفسه هتديك هيديك اللي هو الرمز اللي انت عاملها في الاعدادات من جوه، تدخله له تدوس موافق، شكرا، الانذار هيقف. اي حد تاني غريب هيفضل الانذار ده شغال لحد ما انت تدخل الباسورد او رمز الامان اللي انت عامله له عشان ايه تسكته بيه. هنيجي نفتح بقى التطبيق مع بعضنا. زي ما انت هنا شايف مديلك 4 اختيارات: طريق الكشف عن الشاحن، عن كشف الحركة، طريقة الكشف عن القرب، طريقة الشريحة. هنا في 3 شرط هندوس على منها، دول بتوع ايه الاعدادات نفسه. دي الاعدادات تسيبها زي ما هي، كل حاجة هي هتلاقيها موجودة، بس اللي انت هتيجي جنبه عشان تظبطه كلمة امان، تغيير الرقم او النقش حسب ما انت عايز. هنا بتختار يا اما كلمة مرور يا اما نقش. انا عشان انا جربته الاول قبل ما اشرحه فلقيته فعلا شغال معايا كويس، فانا عملت له الرمز، هو ده اللي يطلع لك. انت هتكون طبعا هتحط الرقم اللي انت عايزه، وبعد كده هتقوم قايل رجوع، هتختار من هنا بقى، هتعمل سوري بس رجوع تاني، هتختار من هنا دي اللي انا جربتها حاليا، اللي هي بتاعت طريقة الكشف عن القرب، دي اللي لقيتها شغالة. بتاع الحركة دي ما لقيتهاش مش شغالة، معرفش ليه. دي شغالة ودي شغالة، بس دي اللي انا يعني دي اللي انا هشرحها دلوقتي بقى عن طريق القرب. هتدوس هنا عليها دوسة، زي ما انت هنا شايف بيقولك ايه اطفئ الشاشة ويرجع ايه الوجه. انا هوقفه واحط الجيب الغطا. دلوقتي اول ما اجي هرفع الغطا، جميل، هديك تدوس على موافق. رقم التليفون يفضل مقفول برضو، هو بس ده بيعرفك مين اللي هيمسك التليفون. عشان لقيت فيه دايما معظم اصحابي كان ساعات بيحطوا التليفون وبيتسرق منهم من غير ما يعرفوا، فقلت لهم هديكوا تطبيق حلو، اي حد حتى لو انت لو حد لمس التليفون هيعمل ايه الانذار ده او يعرف ينبهه. وبكده يكون ده درسنا، وشكرا، واشوفكوا على خير ان شاء الله بتطبيق تاني مشابه ليه قريب اوي. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.